أيكم في هذا اليوم السعيد، في يوم تتوزع فيه الرموز على الأقطاب الثلاث التي اجتمعت في ميدان الشحانية في مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، عندما أعلنت هذه الشعارات لتتواجد بكل قوة وبكل إثارة وتهدي محبيها النواميس والانتصارات. انطلق الشوط الرابع وانطلق شوط الرمز الخنجر الذهبي الذي خصص للقعدان العمانيات الأصايل الثمانية كيلومترات. من يخطف النقطة الثانية بعد أن توزعت النواميس والرموز للأقطاب الثلاث للأحباب الثلاث اللي يتلاعبوا بأعصاب المحبين؟ مقدمة الشوط والمركز الأول، من قدم لنا عوايد؟ من قدم لنا التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظة؟ منطلقا مع العاصفة وهجنها متقدمة مع المركز الأول، يأتي مكيف مع المركز الأول لهجن العاصفة، ويأتي الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي كيف محبي العاصفة بالرمز الأول بالشوط الرئيس الأول بالشوط المفتوح روح فيه بن غدير مع العاصفة وهجنها. المركز الثاني مسيطر مع المركز الثاني ايضا لهجن الشحانية يقدمه لنا في عملية التضمير المبدع في هذا العالم الساحر. يتقدم حمد بن علي بن حلفان في عملية التضمير المشاغب، يأتي مع المركز الرابع مع المركز الثالث. من قدم لنا ايضا مع شعار هجن الشحانية مع الكايدة خاطفة للرمز خاطفة للذهب خاطفة للنواميس مع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية من أقوى المشاغبين، يتقدم في عملية التضمير المركز الرابع. مرحبا بالحمر مرحبا بالخطر لهجن الرئاسة، يتقدم مع شاهين أحد المجرمين محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البروفيسور الذي انتزع الرمز ليؤكد لنا بأنه حاضرا مع داس لكل الناس هذا الشعار. المركز الخامس ايضا لهجن الرئاسة متقدما في هذه اللحظات، وعيسى بن احمد بن مايد الخيلي متقدما مع مخلص لهجن الرئاسة مع المركز الخامس. هكذا هو الاخلاص والا فلا للرموز والانتصارات. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى العنابي، العودة الى اهل النواميس والانتصارات، العودة الى اهل الشحانية. اهالي الدوحة يطالبون بالرمز الثاني، يطالبون بالفوز، لا يملون من النواميس. يتقدم مع شعار هجن الشحانية مع مسيطر حمد بن علي بن حلفان المبدع في عالم التضمير. المركز الثاني، هبت العواصف هبت العواصف ولا تمازحها، يتقدم مع هجن العاصفة مكيف مع المركز الثاني الواثق الرايق الأنيق حمد بن راشد بن حمد بن غدير بو حمدان، مبدع وواثق في كل ميدان. المركز الثالث
أيضا القدوم من هذا الحمر المثير، من هذا الحمر الخطير لحجن الرئاسة، يتقدم مع شاهين لحجن الرئاسة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ما تطول غيباته ابو محمد. المركز الرابع القدوم والظهور مع رابع المراكز الغيث مع المركز الرابع، يأتي لهجن الشحانية يتقدم المشاغب محمد بن خالد العطية الذي أتقن المشاغبة باختطاف النواميس واختطاف الرموز. المركز الخامس، من القادم؟ من اللي واصل؟ آتية العواصف لا محالة، قادمة من ميدان المرموم. أوصلوا رجال آل مكتوم، أوصلوا مع العواصف، أوصلوا مع الواثق، أوصلوا مع اللي وصل. في المركز الخامس سراب لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. 8 كيلومترات ياهي متعبة، ياهي متعبة، ولكن ما هي بس على البلوي، والله متعبة حتى بتفكير يوم الجمعة، حتى بالتفكير وللتذكير. وهم هم ناسين ذلك الموعد المخيف المرهب المهيب، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، آخر رموز الثنايا في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى الرمز الرابع. وما زال مسيطر، هو اللي مسيطر، هو اللي مسيطر مع مقدمة الشوط لهجن الشحانية مع المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان. يا بن حلفان انت في موقع الامان، ما زال المبدع، ما زال المبدع بابداعات هذا الشعار العنابي، العنابي الاقرب للرمز حتى هذه اللحظة. ولكن المركز الثاني مكيف مع المركز الثاني، مكيف بالاجواء الغايمة، الاجواء الجميلة، اجواء شحانية، الجو جو كيف ناموس، كيف ناموس ذهبي يتقدم مكيف لحجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث القدوم، اللي وصل سراب، اللي تقدم سراب، العاصفة وحجنها فزاع مالكها والواثق مضمرها يتقدم مع سراب، ينطلق مع سراب. ولكن الخطورة، الخطورة من الكاسر، من الكاسر لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. المركز الخامس القدوم من هزير لهجن الشحانية وجاسم بن سالم بن فاران. أم هزبر القادم في هذه اللحظات؟ جابر بن سالم بن فاران يتقدم مع المركز الخامس، أيضا شعارات قادمة لهجن الرئاسة قادمة بكل قوة. وعلي بن جميل يقترب بالجمايل، ومحمود الوهيب يقترب، وعيسى بن أحمد بن مايد. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، من اللي مسيطر؟ ما زال مسيطر، ما زال مسيطر على المركز الأول، على الناموس الأول لهجن الشحانية. من يضيف الرمز الثاني في مساء هذا اليوم؟ يتقدم المبدع حمد بن علي بن حلفان مع مقدمة الشوط. ولكن العاصفة، العاصفة تهاجم، تهاجم مع المركز الثاني، مع مكيف مع المركز الثاني لهجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والخطورة من المركز الثالث،
القدوم من سراب لهجن العاصفة أيضا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الرابع اللي وصل اللي انضم في هذه اللحظات الكاسر لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية العطية يتقدم وشعار هجن الرئاسة يصل في هذه اللحظات مع محمود بن محمد بن سالم الوهيبي العودة إلى الصراع العودة إلى النزاع الواثق والمبدع المبدع والواثق يا بن حلفان يا بن حلفان روح للرمز يا بن حلفان روح للرمز يا بن حلفان وفي من يطالب بالهدوء بالهدوء لكن العواصف العواصف هبت والحمر الحمر وحذاري حذاري حذاري من هزبر من هزبر روح يا المبدع روح يا المبدع روح يا بن حلفان اما الرمز والا فلا اما الرمز والا فلا بالجمايل بالجمايل قادم علي بن جميل الوهيبي ولكن هجن الشحانية هجن الشحانية العنابي 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 والحمر الحمر الخطر الخطر مروا حبر علي بن جميل بالجمايل شيال الثقايل ولكن المبدع المبدع ما زال مع المركز الاول لهجن الشحانية الرمز الثاني الرمز الثاني يا اهل الشحانية يا اهل الشحانية يا اهل الشحانية يا امير البلاد المفدى يا امير البلاد المفدى الرمز شحاني الرمز شحاني الذهب شحاني للمرة الثانية للمرة الثانية وانتاج ام الزبار الله 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 ولكن المشاغب 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 الكاسر 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 ما كسر قلوبهم الا والله افرحهم الا والله افرحهم ولكن بن حلفان بن حلفان سلام يا الشحانية سلام يا الشحانية سلام يا تميم الامجاد سلام يا الدوحة سلام تهانينا لهجن الشحانية على الفوز في المركز الاول والمركز الثاني يا كريم العطايا طالبك يا كريم المركز الثالث وصل مياس لهجن الرئاسة رابعا يا تميم المراجل اصبر لهجن الشحانية المركز الخامس وصل ياس لهجن الرئاسة إذن متابعينا الكرام في كل مكان تهانينا لهجن الشحانية ومحبي هذا الشعار على هذا الفوز والانتصار تهانينا للمبدع حمد بن علي بن حلفان على فوز مسيطر في المركز الأول ويؤكد الشعار العنابي تفوقه وسيطرته في العديد من الرموز في هذا المهرجان كذلك نزف التهنية لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعى أنقل الكلمة للزميل سعد بن متلع العتيبي لأن هذه اللقطات الجميلة وسوف يذكر لكم التوقيت الزمني بإذن الله تعالى شكرا إذا نايف مشاهدين الكرام إذا سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني يتلقون التهاني بعد فوز إنتاج أم الزبار من خلال سيطرة مسيطر على الخنجر الذهبية في شوط الثنايا القعدان العمانيات بقيادة المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري هذا الانتصار انتصارا شحانيا مع المركزين الأول والثاني توقيت مسيطر لحظة الوصول 12 دقيقة 25 ثانية 9 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري المركز الثاني جاء فيه الكاسر وتوقيته 12 دقيقة 26 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية أما المركز الثالث فكان من نصيب مياس وتوقيته 12 دقيقة 28
29 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتهنئة للمضمر الظافر علي بن جميل.